نادين صعب الصوت الماسي، اهلا وسهلا فيك على ريد كارفت. وكمان كارمن لبس جاي جاي. نادين شو اخبارك؟ سافا، انتو كيف؟ نحن كثير منيح. في مفاجأة اليوم بالسهرة، بس بدي اقول لك ما حنحكي كثير عن الجوايز، بدي اقول لك مهرجان اغنية الشرقية امتى؟ 28. حتكوني موجودة؟ طبعا اكيد، والكل حيكونوا على الموعد معك مع اغنيتك الرائعة. كل التوفيق. ميرسي. شكرا. عندنا هلا كمان يعني الممثلة القديرة الكبيرة مع العائلة. الجوائز مستمرة وباقيين ضمن الجوائز الموسيقية. سيدة كريستين خلبرجي من لجنة الميراكس دور والإعلامي خالد آغا بيكشفوا هلا عن نتيجة نجمة الغناء اللبنانية الجديدة ونجم الغناء اللبناني الجديد. جديدة، صوت طربي بيلون الأداء بالأصالة. نجم الغناء اللبناني جديد، أداء مليان إحساس بنبض جديد ومختلف. بوجود أصواتهم الغنية، الغنية اللبنانية الجديدة بألف خير، والمستقبل قدامهم أكيد ليقدموا الأحلى. اتنيناتهم بيتمتعوا بأصوات جميلة جدا. نجمة الغناء اللبنانية الجديدة نادين صعب، ونجم الغناء اللبناني الجديد سعد رمضان. مساء الخير لكل الموجودين من وجوه إعلامية، وجوه فنية، وجوه سياسية. مساء الخير لكل القائمين على الميراكس دور. شرف لإلي أن أكون موجود اليوم بيناتكم. مساء الخير لألكم جميعا، ومساء الام تي في، ومساء الميراكس دور. هالجائزة هي حلم كل فنان ناجح عم يرسم البسمة على وجوه كل الناس وعم بشاركهم أحزانهم كمان. عندي حلم دايماً إنه كل بحر هادي ما بيصنع بحار ناجح، ومن هالإيمان أنا واجهت وتعبت لوصلت ولحتى جيت لعندكم اليوم وتلاقيت فيكم لأول مرة. طبعاً ما بدي كتير أحكي، ما فيني أعبر عن شكري وامتناني لإدارة الميراكس دور، للدكتور زاهي وفادي الحلو، وطبعاً للجنة الكريمة إلا بالمغنى. ولكن اسمحوا لي وجه تحية لناس وقفوا حدي وناضلوا كتير، وخاصة إني حاملة أماني من أهلي من أول بداياتي لهلأ، بتقول يا نادين دايماً بعينيك بديك تطلعي لتحت لتشوفي كل إنسان وقف حدك وخليك توصلي، ودايماً تطلعي بالسما ليثبت ربك محلك ويقويك. لهيك أنا ما حأهدي هالجايزة لحدا اليوم، لحتى تضل قدامي وتذكرني بكل إنسان ناضل وسهر وتعب وعن جد اتحدى كل الظروف لحتى خليني استحق هالجايزة اليوم. طبعاً مع حفظ الألقاب، الملحن جهاد حتشيتي يلي قدم لي أحلى ألحان من سنة 2011 لهلأ، الموزع وليد أبلين طبعاً، والشاعر ريمو لطي، إدارة أرب بوكينج على رأس جهاد المر، شركة A&M Production، المكتب الإعلامي فراس رمضان، وطبعاً اللي اهتموا بكل إطلالاتي من أول بداياتي لهلأ، شليجة دعوم ميك أب أرتست، سالون شرب الرزق، انستيتوت جين نصار،
وطبعا إلي وهبي وأدهم سري الدين يلي لابسة من عنده أحلى روب الليلة. وهيدي رسالة شكر. سوري خليني كفي إذا بتريدي. هيدي رسالة شكر مني ومن مدير أعمالي روجيه مجبر يلي لولا ولولا سهره ما شفتوني معكم الليلة. وشكرا. شفتها